بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. محاضرة رقم 7 من شابتر 1 الفصل الأول 1-6 المالتيبل روتس. سبق الطرق السابقة اللي أخذناها بتتعامل مع السيمبل روت بسرعة أكثر في التقارب عن الروت لما يكون مالتيبل. فبدنا نشوف إيش الفرق بين المالتيبل روت والسمبل روت. المالتيبل روت تعريفه روت R، بنقول هاز مالتيبلستي كي اف، لو كان اف على R بتساوي اف داش على R بتساوي اف كي ماينس 1 على R بتساوي 0، والمشتقة الأخيرة اف كي على R لا تساوي 0. يعني آخر مشتقة لا تساوي صفر هي المالتبلستي، آخر مشتقة لا تساوي صفر هي إيش؟ المالتبلستي. نأخذ مثال على الكلام هذا، إكزامبل، لما نقول f of x بتساوي r، f of x بتساوي x تربيع، يعني الروت بتاعها r بتساوي صفر، لأنه f على الصفر بصفر. طيب نشوف المالتبلستي كام؟ بنقول f على r بساوي f على الصفر بساوي صفر. احنا بدنا اخر مشتقة لا تساوي صفر، نجيب المشتقة الاولى f داش على r بساوي 2x. طيب f داش على الصفر بساوي صفر، برضو لسه المالتبلستي مش واحد. ناخذ المشتقة اللي بعدها f دبل داش على ال x بتساوي 2 الاكس، هذه على الاكس، اف دبل داش على الاكس بتساوي 2، اف دبل داش على الاكس بتساوي 2، تمام. اف دبل داش على الار ايش بتساوي؟ 2، يعني لا تساوي 0، اذا امبلايز ان الكي بتساوي 2، المالتيبلستي بتساوي 2. مثال اخر، مثال اكزامبل 1-9، اكزامبل 1-9 في السلايدز، تابعوا معي على السلايدز. لو كانت عندك ال f على x بتساوي x e اس x ناقص x، والروت احد الجذور الدالة هذه r بتساوي صفر. What is the multiplicity of r؟ قديش ال k بتساوي؟ ال k بكم؟ برضو بنفس الطريقة بدك تجيب المشتقة الأولى وتعوض عنها بصفر، الجذر بصفر، وتجيب المشتقة وهكذا لغاية بدنا نصل لآخر مشتقة لا تساوي صفر. المشتقة الأولى للإف على الإكس، إف داش على الإكس، هذا حاصل ضرب دالتين إي أس إكس زائد إكس إي أس إكس ناقص 1. طب لو جبنا الإف داش على الصفر هتلاقيها بصفر. بنفس الطريقة نجيب المشتقة الثانية إف دبل داش على الإكس، إيش هتساوي؟ إي أس إكس زائد إي أس إكس ناقص زائد x يوس x ناقص 1، ما فيش ناقص 1 خالص. نجيب ال f دبل داش على الصفر إلها بتساوي 2، اللي هي لو تساوي صفر implies إنه ال k بتساوي 2. مثال آخر توضيح أكثر، مثال الاكزامبل 1-10 كله يطلع عليه في الكتاب. الاف على الاكس بتساوي اكس تربيع اكس اس 4 ناقص 4 اكس تكعيب زائد 6 اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 1. احد جذور المعادلة هذه ار بتساوي 1، احد جذور. نفحص الار بتساوي 1 المالتيبلستي بتاعها كام؟ بدنا نجيب اف داش على الاكس ونعوض اف على 1. بدك تجيب اف داش على الاكس وتعوضي اف داش على 1، f دبل داش على x ونجيب f دبل داش على 1، وهكذا هنصل الى f 4 على x، هتطلع المشتقة الرابعة هتطلع ب 24، وال f 4 على الواحد بالتالي هتساوي 24، لا تساوي صفر، يقبل k بتساوي كام؟ 4 المالتيبلستي. الروت الجذر اللي قيمته 1 المالتيبلستي بتاعته مكرر كام؟ مكرر 4 مرات. يبقى التعريف لما الكي بيساوي 1
كي بتساوي واحد، يبقى ايش بنسميه؟ ار سمبل روت. كي اكبر او تساوي 2 بنسميه ايش؟ ار مالتيبل روت. كيف بدنا نجيب المالتيبل روت للطرق اللي اخذناها السابقه؟ هنا بقول الباي سكشن والفولس بوزيشن كانت بي يوز تو فايند مالتيبل روت، يعني لا الباي سكشن اللي اخذناها الطريقه ولا الفولس بنقدر نستخدمها في ايجاد المالتيبل روت. مين اللي بنقدر نستخدمه في ايجاد المالتيبل روت؟ اللي هي النيوتن ميثود والسيكانت والفيكسد بوينت. احنا بس هنتعامل مع نيوتن ميثود، في ايجاد ايش؟ المالتيبل روت. بدنا نشوف انه لما بدي احسب المالتيبل روت، لما تكون داله الى مالتيبل روت جذر مكرر، انه الاولان للجذر حيكون بطيء. فنشوف مثال اكزامبل 1 11. لو اخذنا الدالة للتو جبنا المالتيبل روت الها اف على اكس بتساوي اكس يؤس اكس ناقص اكس، تمام؟ والاكس نود اخذناها بتساوي 2 ونعمل 3 اتريشن. بدي احسب يوز نيوتن ميثود to find the double root. Use Newton method to find the double. انا ليش قلت double root؟ لانه الروت مكرر مرتين، ما احنا حلناها المثال هذا تو. الار بتاعته بكام؟ بصفر، والكي بكام؟ باثنين. متذكرين ولا لا؟ الار بصفر والكي باثنين. بدي اشوف هي هذا جذر مكرر، بدي احله بطريقة نيوتن، هل هو سريع في التقارب للجذر ولا بطيء؟ انا بقول بطيء لانه في جذور مكررة بكون بطيء. يبقى اكس ان بلس 1 هي صفة نيوتن، اكس ان بلس 1 بتساوي اكس ان ناقص اف على اكس ان على اف داش على اكس ان، متذكرينها ولا لا؟ هذا صيغة نيوتن. معطينا اكس نوت بتساوي كام؟ 2، مريح، لا بدي فترة ولا غيره، خلاص. ما دام اعطاني اكس نود مش ضروري اجيب الفترة، تمام؟ بدنا نجيب اكس واحد، اخذ ان بصفر، ناخذ ان بصفر، بنجيب اكس واحد، تمام؟ بتساوي اكس نود ناقص اف على اكس نود على اف داش على اكس نود. وانت بتجيب ايش؟ بتجيب انت بتعوض الاف على اكس نود في المعادلة اللي قدامك، وبجيب المشتقة الأولى تو جبناها، المشتقة الأولى اف داش على اكس في المثال السابق، وبنحسب اكس واحد هتطلع 0.104917. سيميلار لاكس اتنين هتطلع 0.005381. اكس 3 هتطلع 0.02727. احنا بنلاحظ احنا هي عنا هو طالب 3 اتريشن، طالب كام؟ 3 اتريشن. هي نعملها 3 اتريشن 1 2 3 بنقفل. بنلاحظ احنا الروت كام؟ الروت 0. هل هو قرب للصفر؟ قرب للصفر ببطء. النتيجة دورة ثالثة 2% انا بعتبرها بطيئة، يعني متفق في 1 ديسيمال بليسز مع اللي قبله، صح؟ متفق في 1 ديسيمال بليسز مع اللي قبله. طب لو عملنا تحسين على الطريقة، تحسين على صيغة نيوتن، يعني 1 7 بدنا نسميه الموضوع ايش؟ موديفيكيشن اوف نيوتن ميثود. الموديفيكيشن الصيغة حتكون اكس ان بلس 1 بتساوي اكس ان ناقص اف كي ماينس 1 على اكس ان
على اف كي على الاكس ال، وكأنه انا بدي اتخلص من المقام الصفري، لانه انت في المالتيبل روت الكي بدها تكون اكبر او تساوي 2، يعني المشتقة اللي لا تساوي صفر على الاقل هتكون ايش؟ المشتقة الثانية. تمام؟ فانا عشان اتخلص من الاشتقاق الدوال الصفرية بدي اخذ، لو الروت كي كان، لو المالتيبلستي كانت كي للروت ار، المالتيبلستي كانت كي، بدي اخذ المشتقة اف كي ماينس 1 على الاكس ان على اف كي على الاكس ان. بدل احنا ما قلنا في قانون نيوتن، هاي قانون نيوتن، صيغة نيوتن اف على اكس ان على اف داش على اكس ان. انا ايش بدي اخليها؟ بدي اخليها اف كي على الاكس ان على اف كي ماينس 1 على الاكس ان على اف كي على الاكس ان. واضح؟ هذه بنسميها الفيرست موديفيكيشن، التحسين الاول، التحسين الاول لنيوتن، لطريقة نيوتن. طب نحل المثال السابق، نحل المثال السابق ايش؟ على التحسين الاول. يعني لو اكزامبل 1 12، لو جينا للمثال السابق اللي هو 1 11 وحللناه بالتحسين الاول، يعني اكس ان بلس 1 هتساوي ايش؟ اكس ان ناقص اف داش على الاكس ان اللي هي كي ماينس 1، الكي ب 2، الكي ب 2، 2 ناقص 1 1 يبقى اف داش على اف داش دبل داش على الاكس ان. ونجيب ايش؟ اكس نود معانا ب 2 ب 2 من 10، مظبوط؟ اكس نود ب 2 من 10، ونجيب اكس 1 هتطلع لو حسبناها، كله يستخدم الكالكوليتر طبعا، 2 6 6 9، الاكس 2 هتساوي 0 0 0 0 5 2 5 وهكذا. ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ قرب من الصفر اكثر، هي 4 اصفار قرب من الصفر، ولو جبت اكس 3 حتطلع اكثر، مو بده 3 ليش؟ لو جبنا اكس 3 حتطلع اكثر، يقبل هنا زاد الاولان، زادت سرعة الأولان للجذر اللي هو الجذر إيش إحنا؟ الجذر صفر، زادت سرعة الأولان للجذر. أنا بدل ما هو 2% الجذر صار إيش هنا؟ 5 من 100 ألف، أقرب لصفر ولا لا؟ طيب بدنا نعمل تحسين ثاني، second modification، التحسين الثاني اللي هو حيكون التحسين الثاني اكس ان بلس 1 بيساوي كي اكس ان ناقص كي في الاكس ان على اف داش على اكس ان. هذا التحسين سكند موديفيكيشن، يعني ما حطيتش الكي هنا، حطيت الكي هنا، ضربتها كمعامل في المشتقات، والكي اللي هو الكي هذه هي ايش؟ المالتيبلستي للروت. طبعا قيمة الكي احنا ما بنعرفهاش، انه انا هذا مثلا عندي جذر ار بواحد، بس انا مش عارف قيمة الجذر عشان نعرف قيمة قديش مكرر. وبالتالي احنا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نخمن تخمين، ناخذ الكي ب2، الكي ب3، الكي ب4 وهكذا لغاية ما احصل على until we have fast convergent. until يبقى بدي استخدم عدة قيم للكي لغاية استخدام عدة قيم للكي حتى أحصل على أسرع تقارب للجذر. تمام؟ نشوف المثال نفسه، 1 11 نفسه، ونستخدم فيه إيش؟ التعريف فعلا. خذ الاكس نود 2 من 10 برضو، يبقى ونعوض في هذه الصيغة، نعوض في الصيغة هذه ونجيب اكس 1، اكس 1 هتطلع ب 9 من 1000، اكس 2 هتطلع
باتنين من 100,000، اكس ثلاثة هتطلع اصفار كتير، نعد يعني حوالي 8 اصفار، 0 0 3 4 5 6 وهكذا. يبقى هنا اسرع للاولان الى الجذر. في موضوع اسمه 1.8 نيرلي مالتيبل روت. نيرلي مالتيبل روت يعني لما الجذور بتكون قريبة جدا من بعضها البعض، لما الجذور بتكون قريبة جدا من بعضها البعض. فلو كانت عندي دالة اف اوف اكس، ها اف اف اوف اكس has two or more root very close to each other. يعني هاي ال r ماشي، ال r واحد، في عندي مثلا r واحد و r اثنين جذرين قريبين من بعض، تمام. لو بدي اخذ اكس نود خارج الفترة أو خارج مش بين الجذرين هيكون التقارب بطيء، لو بدي أخذها بين الجذرين هيكون التقارب divergent. هتكون يبقى if we start with x node outside the interval ها التقارب حيكون ايش؟ بطيء، سلولي سلومر. لو اكس نود اخذناها بين الجذرين القريبين من بعض الاولموست افري وير اولموست ايكوال روت حيطلع دايفير. مثال اكزامبل يوضح الكلام هذا، 1.14 هي مساله عندك اف على اكس بتساوي اكس تربيع ناقص 2.0001 اكس زائد 1.0001. بدي استخدم نيوتن مت، مره بدي اخذ اكس نود بتساوي 5 من 10 ومره بدي اخذ اكس نود بتساوي 1.00006 يعني 1.6 من 100,000. بدنا نشوف لما ناخذ الاكس نود، طبعا الجذرين ريمارك هو معطيني الجذرين، الجذرين ار واحد بتساوي 1 و ار 2 بتساوي 1.0001 قريبين من بعض ولا مش قريبين؟ almost equal الجذرين. مرة بدنا ناخذ الاكس نود بعيدة عن الجذرين مش بين الجذرين، ومرة الاكس نود هذه ايش؟ هذه بين الجذرين صح؟ اما هذه بعيدة. لما الاكس نود تكون 5 من 10 نحسب اكس 1 من صيغة نيوتن. ايش الصيغة اللي بدي استخدمها؟ صيغة نيوتن العادية اكس ان بلس 1 بتساوي اكس ان ناقص اف على اكس ان على اف داش على اكس ان. لو اخذنا اكس نود بخمسة من عشرة الاكس واحد هتساوي 75%، الاكس اثنين هتساوي 87%، الاكس ثلاثة هتساوي 93% تقريبا. طبعا هذه الار طبعا بواحد، معروف الار واحد بواحد جذر، يبقى بتقرب الى الجذر ببطء. لو اخذنا الاكس نود، لو اخذنا الاكس نود بالقيمه هذه اللي انت شايفها ها، يبقى هنلاحظ اكس واحد بواحد بوينت صفر صفر تقريبا، اكس اثنين بواحد بوينت صفر صفر، بس اكس ثلاثه هتطلع بالسالب، اكس ثلاثه يعني دايفيرت، اكس ثلاثه هتطلع بالسالب. واضح؟ هذا هو، ننهي المحاضرة هذه، وإن شاء الله المحاضرة الجاية حنتكلم عن بعض المفاهيم الرياضية ثيوريتيكال ماترز اللي هي 1.9، وبنكون كده خلصنا شابتر 1 بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله. ماشي؟ يعطيكم العافية.